الآن مشاهدينا لدينا اتصال هاتفي حول تصريحات النائب العام حول قضايا الفساد الأخيرة. ينضم معنا من الرياض الدكتور نايف الوقاع رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية. أهلا بك دكتور خالد أو دكتور نايف، أهلا بك. أعلن النائب العام اليوم أن الفساد بدد ما لا يقل عن 100 مليار دولار، ما هو الأثر المتوقع لتلك الإجراءات على تطور الاستثمار وتعزيز الشفافية في المملكة بعد كل هذا الصخب حول هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مساء الخير لك أخي الكريم، ومساء الخير لمشاهدي الإخبارية. حقيقة أنه هذا المبلغ مبلغ ضخم جدا، يصل إلى 375 مليار ريال، وتم متابعة هذا المبلغ على فترة طويلة، امتدت التحقيقات به إلى ما يقرب من 3 سنوات. نعم. وبالتالي هذا يؤكد للعالم أن المملكة العربية السعودية في مرحلة من النزاهة والشفافية غير مسبوقة. المملكة العربية السعودية مقبلة على مرحلة تطويرية هامة جدا، مشروع نيوم، مشروع التسلية، مشروع البحر الأحمر، شركة الصناعات العسكرية، المدن الاقتصادية، سكك القطارات، المطارات، كل هذه المشروعات الضخمة والتحضير لطرح أرامكو وإنشاء أكبر صندوق استثمارات على مستوى العالم، كل هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى وجود أنظمة شفافة وبيئة خالية من الفساد أو حتى شبهات الفساد. ولذلك نجد أن الدولة كانت عازمة وقوية وواضحة على لسان سمو ولي العهد في أكثر من مناسبة، كانت هناك رسائل قوية، هذه الرسائل اليوم تترجم عمليا. إذن الوعود التي أطلقها سمو ولي العهد أنه لا كبير على المحاسبة، أموال الدولة خط أحمر، الشفافية ستكون من المبادئ الثابتة، الحوكمة، كل هذه الأمور سوف تنقل المملكة العربية السعودية إلى عصر من التقدم والرخاء والعدل والمساواة والشفافية. طيب. فلا كبير أمام النظام. طيب، هذه التحقيقات الجارية دكتور نايف كيف ستؤثر على خطوات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي التي تسعى إليه المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة؟ أنا أعتقد أن هذه أهم الخطوات حقيقة، لأنه استرداد 375 مليار ريال هذا مبلغ ليس بالسهل، هذا مبلغ صحيح. كان يعادل أكثر من ميزانية المملكة العربية السعودية في أحد سنوات الملك فهد رحمه الله، عندما انخفض البترول إلى 10 دولار أو 9 دولار، هذا يعادل ميزانية الدولة لمدة أكثر من سنة. وبالتالي نقول أنه هذا الإجراء مع استعادة هذا المبلغ الضخم، إلا أنه في رسالة أخرى وهي رسالة حازمة وقوية أنه لن يسمح من الآن وصاعدا تبديد أموال الدولة، لن يسمح بهدر ريال واحد، لن يسمح بالعبث، لن يسمح بالفساد، هذه كلها سوف توفر كثيرا من على الدولة في برامج المشاريع الاقتصادية. ولذلك لاحظ أخي الكريم، أعلن وزير المالية تأجيل أو تمديد برنامج التوازن الوطني إلى ما يقرب من 3 سنوات. برامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تحقق نتائج سريعة وقبل الخطة المحددة لها، وبالتالي إذا سرنا على هذا الرتم أو على هذا المستوى، أنا أتوقع أننا سوف نحقق رؤية 2030 قبل موعدها بسنوات طويلة. سؤال أخير دكتور نايف، بحكم أنك رئيس الدراسات المدنية، هل الجوانب القانونية التي تتخذ حاليا مؤشر إيجابي لما ستؤول عليه المملكة العربية السعودية مستقبلا؟ بالتأكيد الجوانب القانونية والتشريعية مهمة جدا، وبعد اكتمال المنظومة القانونية والتشريعية في المملكة العربية السعودية، وجود مجلس الشورى، وجود مدعي عام، وجود محاكم تجارية، محاكم تنفيذ، محاكم متخصصة، كل هذه الإجراءات أوجدت بيئة جعلت المستثمر الأجنبي يثق بالأنظمة والإجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية. وبالتالي لاحظ أنه هذه التهم التي نالت بعض الشخصيات استمرت التحقيقات بها أكثر من 3 سنوات أو مدة 3 سنوات. المملكة العربية السعودية دولة ليست متعجلة، ليست متسرعة، لا تأخذ بمجرد الشبهات، إن لم تكن هناك
شبه أو أدلة دامغة، ثم يتاح لمن يتهم أو يقع في هذه الدائرة أن يستفيد من درجات التقاضي المختلفة. هناك أكثر من درجة تقاضي، هناك أكثر من دائرة قضائية، وبالتالي هذه البيئة هي الآن الضامنة حقيقة للعدل والمساواة، والضامنة بإذن الله للاستقرار والنماء، والضامنة كذلك لجلب استثمارات هائلة للمملكة العربية السعودية في قادم الأيام. نعم دكتور نايف الوقار، رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية، كنت معنا من الرياض معلقا على ما صدر عن النائب العام حول التحقيقات وسير مجريات التحقيقات الحالية حول قضايا الفساد. شكرا جزيلا لك.